مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معنا ولقاء متجدد مع سوبر هاتريك. سوبر هاتريك هو اللعيب اللي بيقدر يسجل 4 أهداف في نفس المباراة، ودي حاجة نادر إنها تحصل في عالم كرة القدم، لكن في مطبخنا نقدر نسجل 4 أهداف كل يوم. إزاي؟ ده هيحصل لما نحضر أطباق تحقق لنا 4 أهداف، إن أكلنا يكون أصح، ألذ، أوفر، أسرع. هنعمل ده ازاي وهنقضي على الاسطوره والخرافه اللي بتقول ان الاكل ما بيبقاش حلو الا اذا كان مسبك والحاجات دي؟ هنعرف في اسرار كتير تخلي اكلنا ألذ من غير ما نسبكه ومن غير ما نضطر نستخدم مكونات تضر صحتنا. تابعونا في سوبر هاتريك ونشوف هل الموضوع هيفرق معانا وفي صحتنا وفي احساسنا بالاكل ولا لا. النهارده هنعمل صنفين ليهم علاقه بالفراخ، هنعمل طاجن المكرونه بالفراخ والخضروات، وهنعمل كفته الفراخ. أهم حاجة احنا هنحتاج نحققها زي ما قلنا في الأصناف بتاعتنا 4 أهداف أصح، فاحنا هنستخدم دايما مكونات صحية ألذ، فهنستخدم الأسرار والتكات اللي هتخلي الأكل دايما يكون في منتهى الطعامة، والأكل لازم يكون أوفر من اللي بنطلبه أكيد من برة، لأن احنا اللي هنشتري كل المكونات واحنا اللي هنعمل كل حاجة. وأسرع، صدقوني أي صنف هنحضره هيبقى أسرع من الدليفري. انت بتطلب الدليفري في حوالي 45 دقيقة أو ساعة، اكتر صنف هنعمله هياخد مننا وقت يمكن يستغرق اكتر، يعني مش اكتر من 30 دقيقه. تعالوا نبدا مع بعض النهارده ونشوف هنعمل ايه. هنبدا دلوقتي بالمكرونه بالفراخ والخضروات. طبعا المقادير بتاعتي، احنا محتاجين مكرونه، في ناس بيسموها مكرونه فرن وفي ناس بيسموها اللي هي يعني المقصوصه سيبني يعني، وفي محتاجين فراخ. تقريبا هيكون 0.5 كيلو فراخ، صدور فراخ متقطعه صغير. هنحتاج خضروات، فلفل ملون اخضر واحمر واصفر، هنحتاج لمشروم، هنحتاج لبشاميل. صلصه البشاميل في ناس بتعملها في البيت عادي مفيش مشكله، الطريقه القديمه اللي كانت امهاتنا بتستخدمها، الدقيق والسمنه واللبن والحاجات دي، هي طعم تبقى لذيذة جدا وهايلة، بس اولا هتاخد وقت كتير جدا وغلبة كتير جدا، وكمان هتبقى تقيلة عشان الزبدة او السمنة اللي هنستخدمها. انا بفضل ان انا الحقيقة في دلوقتي باكتس بودرة بشاميل اللي بتتباع في الاسواق، في منها ماركات كتير جدا وفيها مصري وفيها مستورد. نحاول ننقي الحاجة اللي تناسبنا وتناسب ميزانيتنا ونجربها كمان تريحنا في الطهي. الموضوع كله ان انا بفضل باكت في لتر لبن بارد، وهنعمل خطوات اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض. اول حاجه هنبدا نعملها عشان هتاخد وقت في تحضير الطاجن بتاعنا، ان احنا نسوي البشاميل ونسوي الفراخ. يلا نبدا. دلوقتي انا هضيف البشاميل بتاعي، بودره البشاميل دابت في اللبن. على فكره ده مش لتر لبن، ده لتر وشويه، لان انت لو عايز البشاميل بتاعك يبقى اخف فهتزود شويه نسبه اللبن، لو عاوزه يبقى اتقل يبقى هتعمل بالظبط لتر لبن. احنا في الاكله دي محتاجين البشاميل يبقى مرن شويه، مش عاوزينه يبقى تقيل جدا. تمام. في طبعا ايه بودر البشاميل نزل في القعر، هنحاول ان احنا ايه نجيبه، هو ده المهم في الموضوع كله كده. نزيله في اللبن. تمام كده احنا تقريبا جاهزين. هنولع النار. اوكي. في الاول هنحتاج نار عالية. سر بقى من اسرار البشاميل خدوه مني، لو قلبنا كتير البشاميل هيتقل. هنقلب وسط هيبقى وسط، هنقلب قليل هيبقى خفيف، فحسب احنا عاوزينه ازاي. انا في الاكلة دي عاوزه وسط، لا خفيف جدا ولا تقيل جدا، فمش هقلب كتير. بس في الاول بس لازم اول ما نفتح النار كده نبدأ نقلب علشان بودرة البشاميل تمتزج مع الحليب. طبعا انا مش محتاج اقول لكم ان الحليب اللي انا بستخدمه في كل اكلاتي بيبقى خالي الدسم، هي دي الاسرار اللي بتخلي الاكل اخف واصح، وفي نفس الوقت احنا مش بنتنازل عن الطعم، لان على فكره ما فيش فرق في الطعم خالص. الناس الكبار والقدام وكده عندهم انطباعات ان اللبن خالي الدسم ده طعمه وحش وانه خفيف وانه ما فيهوش فوائد. الحقيقه ان هو زيه زي اللبن الفول فات او الفول كريم، الفرق الوحيد ان هو ما فيهوش الدهون، لكن كل البروتينات اللي في اللبن موجوده، فوائد اللي في اللبن موجوده، الكالسيوم موجود،
والطعم مش مختلف ولا كثافه اللبن مختلفه. نجربه، حطوا كوبايه لبن خالي الدسم وكوبايه لبن كامل الدسم، مش هتلاقوا ان في واحد فيهم اخف من تاني ولا اي حاجه. بنقلب كده، اعتقد ان هما جابوا بعض بقدر كافي. هنسيبه بقى كل شويه، هنبدا نشقر عليه. انا مش هغطيه طبعا، مش دلوقتي على الاقل، علشان كل شويه لازم ابقى متابعه. دلوقتي جه الدور على تسويه الفراخ. انا هحتاج طاسه. طاستي فين؟ ايوه، ناخد طاسه وسط، نفتح النار، نخليها الاول قليله كده اما نيجي ننزل الزيت. انا هحط يعني مقدار نقول معلقتين ثلاث معالق كبيره زيت صويا. انا دايما بستخدم زيت الصويا لان الصويا فيها فوائد كتير جدا جدا جدا. زيت الصويا ده غني بالاوميجا 3. زيت الصويا بيساعد على ضبط معدل الكوليسترول في الدم. زيت الصويا بيقي من العديد من انواع السرطانات لا قدر الله. فاقروا عن فوائد فول الصويا. بصوا انا على طول واخد اللابتوب بتاعي وحطه وببحث، يعني انا لازم افهم انا باكل ايه، لازم اعرف مكوناتي فيها ايه بالظبط، ايه اللي بيدخل لجسمي علشان الحاجه اللي هتضرني اتجنبها. هبدا اعلي بقى شويه علشان الزيت يسخن وانزل فيه الفراخ، وعلى ما الزيت يسخن اقدر استثمر الوقت علشان فعلا اكلنا يبقى اسرع. نقطع حاجات اللي هنستخدمها في الاكل. انا محتاج دلوقتي ان انا اقطع الفلفل مثلا. انا ببساطه شديده بطير الراس وبشيل الحته اللي هي دي مش عاوزها، وافضي شويه البزر كده، وبعدين اجيب الفلفل اقطع كده وابدا اخد من الفلفل شرايح كده بالطريقه دي. هتقابلنا حته بيضه كده احنا مش عاوزينها، خلاص هنتجنبها خالص وهكمل كده. حته بيضه تانيه اهي، هاخدها كده بطرف السكينه، احاول دايما اقطع من قبلها ومن بعدها عشان اعرف اطلعها لوحدها. نستنى حته كده برضه، ممكن بذر نفضيه. تمام، ابص على حاجتي بقى اللي على النار عشان ما تتحرقش. طبعا انا كده تقريبا خلاص هبدا انزل الفراخ على النار. ايوه اهي، واحده واحده اوطي بقى. زي ما انتم شايفين صدور الفراخ متقطعه قطع صغيره، وبرضه هرجع اكد تاني بالنسبه للفراخ واللحوم، كل ما الحاجه تكون متقطعه صغيره كل ما سواها هيكون اسرع. انا هنا مش محتاج ان الفراخ تكون كبيره لان الفراخ دي هتتوزع في وسط المكرونه في وسط الطاجن، فبالنسبه لي القطع الصغيره تبقى الطف عشان اضمن توزيع جيد للفراخ في المكرونه، ما اقعدش بقى اكل مكرونه كتير 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 في الاخر اقابل حته الفراخ. متقطعه صغير كده اقدر اوزعها كويس. زي ما انتم شايفين الفراخ برضو من الحاجات اللي بتبقى سواها سهل شويه، اول ما نزلت الطاسه خدت اللون على طول، يعني تبدو وكانها مستويه، بس طبعا ده لون ظاهري سطحي من جوه لسه. ده بالنسبه للناس المبتدئين طبعا، عشان لو ست البيت اللي بتتفرج عليا دلوقتي ما تتريقش تقول يعني انت بتقول لنا ايه احنا مش عارفينه. في ناس لسه بيتعرفوا على المطبخ، وفي ناس عندهم مشاكل مع دخول المطبخ، دول بقى احنا عايزين نجر رجلهم، يعني عايزين نجري ريقهم كده ونشجعهم ونقول لهم يا جماعه المطبخ ده مش حاجه مخيفه خالص، خشوا المطبخ جربوا، اغلطوا مره مرتين 10 مش عيب. مفيش اي حد حتى لو تشيف عالمي ما غلطش في اول ما دخل المطبخ يعني. وكل الناس على فكره بتغلط طول الوقت، بس المحترف بقى او اللي عنده خبره بيعرف يلم الغلطه، يعني ده بيبقى الفرق، بس ما بيحتسش، بيعرف يلم غلطته. فالمطبخ يا جماعه والله حاجه ممتعه جدا، وانا هقول لكم على شويه نصايح تخليكم تبقوا مبسوطين وانتوا واقفين في المطبخ. لو حد بيحب المزيكا يشغل المزيكا اللي بيحبها زي ما انا عامل كده. خلاص؟ لو حد بيحب مثلا عنده هوايات الغنى الحاجات، انا بحب اغني طول ما انا واقف في المطبخ مثلا.
حد بيحب المسلسلات والافلام والحاجات ممكن يخلي التلفزيون جنبه صوته مسموع فيعني حاولوا تخلوا وقفه المطبخ بالنسبه لكم وقت لطيف مش ديوتي مش مهمه واجب يعني قومي ووطني كده. طيب البشاميل اهو بدا ايوه كده هو محتاج اقلب لازم اقلب طول الوقت علشان ايه البشاميل ما يلزقش في القعر ويتلسع. انا كده بقى هحتاج ان انا اوطي على البشاميل وهقلب برده مش كتير زي ما اتفقنا وحاولوا دايما نقلب البشاميل بالمعالق اللي هي فيها خرم كده او السوائل عموما يعني عشان دي بتخلي الحاجه تتقلب احسن وتمتزج ببعضها بشكل افضل. زي ما انتم شايفين انا بفضل دايما يعني قدر الامكان ان انا استخدم الحلل السيراميك. انا عارف هي نازله جديده لسه وشد حيلها في الاسعار شويه وغاليه انا عارف مش رخيصه بس اعتقد في انواع مصريه كويسه قوي يعني انا نفسي استخدمتها وحلوه جدا وصحيه جدا بفضلها عن التفلون لان ماده التفلون رغم انها بتساعدنا في ان الاكل ما بيلزقش وكل حاجه بس لو اتخربشت او جرى لها حاجه يعني بتبقى ماده ضاره جدا جدا وبتفرز مواد احنا مش محتاجينها خالص في اكلنا. شغال البشاميل انا اهو حاسس انه بدا يتقل انا مش هقلب اكتر من كده وموطي خالص وهديله بس دقيقه او دقيقتين نشوف هنعمل ايه مع الفراخ. الفراخ دي انا محتاجه انزل معاها دلوقتي المشروم. ليه بقى؟ في ناس بتحب تحط المشروم يعني على طول ني على الاكل. المشروم طبعا مصدر من مصادر البروتين النباتي زي ما احنا عارفين ومصدر مهم كمان وامن للبروتين النباتي لانه هيدينا بروتينات بس مش هيدينا دهون ولا هيدينا كوليسترول. فانا بفضل دايما ان احنا نستخدم المشروم او نمزجه مع اللحوم. وافضل كمان لو مشروم فريش واحنا اللي نقطعه يعني هو في اللي في العلب اللي هو الشرايح لو عايزين نوفر شويه وقت عظيم خلاص يعني نجيب اللي في العلب ونقطع شرايح. لو عايزين الفايده الاكتر نجيب المشروم الفريش يعني بشكل المشروم بيتباع موجود يعني وهنبدا احنا نقطعه شرايح ويبقى عندنا زي ما احنا شايفين. انا بحب اسوي المشروم دايما لان هو في شده كده يعني في الاكل بتحس انه يعني في شدايه بسيطه ما بفضلش ابدا ان انا احطه ني. فهديله تشويحه كده مع الفراخ. شايفين طبعا الفراخ تقريبا شكلها يعني مستوي والسر طبعا ان هي متقطعه صغير وان دي كمان صدور. خلي بالكم في فرق الوراك لحم الوراك المتشفي اللي هو بيعملوا منه شيش طاووق غير الصدور يعني الوراك شويه بتشد وتاخد وقت في السوى اكتر لكن الصدور يعني اهو بتشم النار. اوكي بشاميل بتاعي اخباره ايه؟ ونتعود دايما يا جماعه واحنا واقفين في المطبخ نركز في كل حاجه، طالما انا مولع النار على حاجتين يبقى عين هنا وعين هنا. حتى لو بتعمل اي حاجه زي كده انا واقف اتكلم اهو بدردش معاكم وعيني على الحاجتين. تمام بشاميل زي الفل. شكله فيري بروميسنج يعني حاجه كويسه جدا. يوم باكله ان شاء الله كويسه. اديله شويه كمان. طيب نضيف بقى الاسرار اللي هتخلي اكلنا ألذ من غير ما يكون فيه دهون وزبده وتسبيك والحاجات الفظيعه دي. التوابل يعني الموضوع باختصار التوابل. انا محتاج للفراخ شويه ملح. حاولوا ما تنزلوش الملح على اللحوم والفراخ في الاول علشان هي بتاخر شويه السوى. محتاج فلفل طبعا مقدار الملح والفلفل. انا عمري ما هقول لحد حط ملح وفلفل قد ايه لكن اقدر اقول نصيحه عامه وما تزهقوش مني لاني هقولها في كل حلقه تقريبا استخدم فيها ملح وفلفل انه حط قليل وخلي الناس وهي قاعده على السفره اللي محتاج يزود يزود اللي مش محتاج يزود خلاص يبقى فاين. لكن لو حطينا احنا زياده هنعمل ايه؟ خلاص الاكل هيبقى مملح جدا وفلفل جدا مشطشط جدا فهتبقى ازمه. خلصت التوابل بتاعتنا كده؟ لا لسه احنا لسه عندنا اسرار كتير. هنحط ايه بقى دلوقتي على الفراخ؟ هنحط لنا شويه كاري. نتاكد عشان احنا عندنا حاجات شبه بعضها. اهو اوكي ممكن بابريكا بس ما نكترش من اي حاجه في الدنيا ما نكترش. طبعا انا مش بستخدم بالمعلقه وبالحاجات دي يعني وما بقعدش اقول بقى ايه ربع معلقه ومعلقه الا تمن والحاجات دي
لان انا شويه يعني الموضوع مش جديد بالنسبه لي. فين الفراخ احمرت ازاي؟ لكن بالنسبه للناس الجديده يعني نحاول في الاول نمشي على مقادير مظبوطه ونقلل، نحط الحاجات كلها على قليل. ريحه جميله، كل حاجه بنضيفها بتعمل فرق، بتعمل اختلاف. هحط حاجه دلوقتي ما تتخضوش، لان هي بتتحط على الفراخ وعلى اللحوم، هي يعني مش في العرف المصري لكن في الاطباق العالميه بيعملوا كده جدا. هحط قرفة. انا هحط قرفة، هعمل كده فعلا. ايوه دلوقتي هيحصل فرق جبار. وفي سر كمان بقى صغنن جدا، معاه حق صغير قد كده في توابل فراخ، هحط منه شوية صغيرين جدا، يعني حبة كده على طرف المعلقة مثلا كده. اي اضافة يا جماعة هتخلي الاكل حلو طالما محطوطة بنسب معقولة. الله، نفسي بقى تقوم معايا شامين الريحة. تمام، بشاميل كده خلاص اعتقد تمام، قفلت عليه، حركه تحريكة كده ظريفة. تمام، نحاول نفكه كده لو في اي كتل، ده مهم جدا. انا كده بحل محل مضرب البيض او المضرب السلك. انا ممكن نستخدم مضرب سلك على فكرة عشان نفك الحاجات اللي مكتلة في بعضها، بس اللي هيقدر برضو هيبقى معاه المعلقة الخشب اللي هي فيها الثقب دي، هتحل محل الحاجات. طيب انا كده تمام، اعتقد ان الفراخ بتاعتي خلاص، محتاجه بس خطوه صغيره جدا جدا، محتاج يعني شويه ميه قليلين قوي، يعني حاجه صغنطوطه خالص عشان نكمل سوا بس بتاعنا. ممكن نغطيها عشان نضمن سوا اكتر، يعني ممكن الحاجه تتغطى. طيب على ما الحاجه بقى تستوي اكمل انا تقطيع الايه الخضار. الفلفل انا قطعته شرايح، دلوقتي هعمل ايه؟ ممكن احتفظ بيه شرايح، بس الشرايح دي الحقيقه كبيره زياده عن اللزوم، فانا هحاول شويه اخليها اصغر، فممكن نقسمها نصين او نقسمها ثلاث تلات. ايه رايكم نعمل ايه؟ نعملها ثلاثه، نعملها ثلاثه خلاص. وكده احنا بنقطع بشكل سريع جدا اهو، قطعنا حاجات كلها مع بعض. هنعمل نفس الموضوع في الفلفلايه الصفراء. فلفلايه الصفراء صعب على فكره، حد كده يحاول ينطقها ورايا. فلفلايه الصفراء، ايوه فلفلايه الصفراء. نشيل برضو الحته دي. نفس الحكايه، هتقابلنا حتت بيضه مش عايزينها هنستبعدها خالص، والباقي شرايط اهو كده، الحته اللي مش عايزينها اهي. على فكره يا جماعه اللي مش عايز اللون الاحمر للفراخ والكاري ما يحطش بابريكا، مفيش مشكله، يعني العبوا جربوا يا جماعه، يعني حطوا حاجات مره تعجبكم مره ما تعجبكوش، بس يعني ما تكرهوش التجربه، يعني لو من اول مره مثلا دخلنا المطبخ وحاولنا وحاجه ما مش كده ما نقولش مش هنعملها تاني، لا شوف ايه المكون اللي حطيته خلاك انزعجت شويه ما تحطوش تاني، بس ببساطه شديده يعني. يعني في ناس ما تطيقش الفلفل الاسود في الاكل، ده مش معناه ان احنا ما نعملش الاكله كلها عشان مش هنحط فلفل اسود، لا يعني نعملها وما نحطش فلفل اسود، او نضحك عليهم ونحط الفلفل الاسود ونقول لهم ان ما فيش فلفل اسود. يعني انا بعمل كده على نفسي، دي تبقى خيانه مشروعه، خصوصا بالنسبه للاطفال. طيب اهو نحاول بقى شويه نجيب الثمار الخضروات الكبيره، وخصوصا لو احنا لسه بنبدا علشان ما تضايقناش في التقطيع، يعني دي انا هضطر اتعامل معاها معامله الجراحين، ان انا يعني هقعد كده بس اوكي. ف
فانا بحاول بقدر الامكان اسهل الماموريه على الناس اللي واقفه على المطبخ او في المطبخ الجداد، عشان مش عاوزهم يكرهوا التجربه. يعني بصوا انا كده هشفيها زي الجزار، اطلع منها الحاجات. انا كده تقريبا خلصت الفلفلايه المزعجه دي، ان هي فعلا مزعجه، يعني كان تكوينها شويه غريب اهو. من كده عندي خلاص الفلفل الملون تقريبا انتهيت منه، خلاص واشيله على جنب كده. انا تقريبا كل مكونات اكلتي تمام موجوده، الفراخ والمشروم خلاص ريحتهم رائعه رائعه، يعني لو حد مناخيره مسدوده هتسلك لو شم الريحه اللي انا شممها دي. تمام كده اقدر اطفي على الفراخ بتاعتي، مش محتاج اكتر من كده. اللي هيحصل دلوقتي كله بقى هيبقى على البارد، هنجيب الاناء اللي هنخلط فيه كل الحاجات مع بعض. انا عايز ادور على ايوه اهو. هعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي المكرونه اتسلقت طبعا، لو حد عايز طريقه سلق المكرونه اساله، يعني ما تكسفوش، يعني مفيش اي مشكله. المكرونه بتحط لتر ميه لكل 100 جرام مكرونه، واللي انا حاطه ده تقريبا 400 جرام اللي هو كيس الستاندرد العادي بتاع المكرونه، فبيتسلق تقريبا في حوالي 4 لتر ميه. اوكي، وبعدين ما بسلقوش جامد جدا، بستنى الميه لما تغلي وبعدين انزل فيها المكرونه، وممكن احط معاها شويه زيت يعني قليلين عشان لو نوع المكرونه من النوع اللي بيلزق في بعضه، ما بنضمنش طبعا، يعني لو نوع احنا ضامنينه خلاص، لو حاجة مش عارفينها في الأول فلا يضر إطلاقاً إن إحنا نحط شوية زيت صغيرين على المية اللي بتتسلق فيها المكرونة. وبعدين في وسط السلق كده بعد 5 دقايق ولا حاجة بالشوكة ناخد مكروناية ونحاول نقطمها أو نجسها. مش عايزين مكرونة تبوش خالص، لو احتفظت يعني بقى فيها قطماية كده صغيرة مش وحش، جميل يعني هيبقى لطيف. تمام كده أنا حطيت المكرونة، دلوقتي هضيف عليها بقى الاختراع العظيم ده، الفراخ والمشروم المحمرين دول، طبعا الكاري والجنزبيل والقرفة والبابريكا والحاجات اللي انا حطيتها دي كلها بتدي الموضوع طابع انديان شوية، يعني بتخلي الموضوع شوية يعني هندي. تمام دلوقتي بقى هضيف الخضروات بتاعتي، انا كنت محتاج بول اكبر بس هنحاول نتعامل، او ادور على حاجة اكبر. لا مفيش اكبر، ماشي نتعامل. دلوقتي انا محتاج ان انا احط شوية موزاريلا، انا عندي مقدار موزاريلا يعني برضو ده كل واحد يذوقه. الموزاريلا دي لطيفة جدا عشان لما حاجة هتخش الفرن هي بتسيح وبتخلي المكونات بتاعت الاكلة تشد مع بعضها كده زي ما بيحصل في البيتزا الايطالي كده. تمام فانا جزء هحطه على الاكل عشان يتخلط مع الاكل، والجزء التاني هحطه على الوش عشان هيعمل معانا شغل كويس قوي في الوش. انا دلوقتي عايز اضيف البشاميل، بس ايه رايكم تعالوا طب نطلع لفاصل على ما اجيب حاجه اكبر عشان مش عايزين نوقع حاجه ونزروط الدنيا بصراحه.